هل يجوز للمسلم أن يأتي بمصحف يشتريه ويستبدله بمصحف المسجد الموقوف على المسجد، لأن المريد لذلك تعود على طبعة المصحف التي في المسجد فيريد أن يأخذها ويأتي بشيء آخر؟ هذا لا يجوز وهذا حرام، لأن الوقف لا يجوز استبداله بغيره، ما دام ينتفع به فإنه لا يستبدل بغيره. ولماذا أخونا هذا ما يروح للمكتبات ويشري المصحف اللي هو يبيه؟ ليش يروح للمسجد؟ نعم.